أنس بسجلها مع مقولتها مقولتها اللي أنت البارح تقول تسجلها عشان هي وش حكم أينشتاين إيه اللي أركض بعقلك لا تركض برجلك. نعم. فأنا أقول ساحة الحرب أحيانا ساحة الحرب لا تدار في ساحة الحرب. شوف خلنا نشوف شعورنا. شعوري أنا شوف الخيمة اللي رفعتها. شوف مرتع الناقة اللي شوف مداوسها. شوف يا مداوس الناقة وذكريات الناقة وزوادة وزويد. وأنا لازم تغني للبيت هذا. أيوه. اللي زويد وزوادة لهم مكانهم مقدار ما هو بعد. هي شفتهم طاح حمي وغمي وغنيت بيتين والراس قلبه. سلام. طبعا لحنا لحن خاشع الكبير خرف هذا زويد وزواد اهلهم مكانه كبيره ومقدر ما هم عادي ليا شفتهم طاح همي وغمي وغنت بيتنا ورزق الله بعطيك الشطر وغنى زويد وزواد اهلهم مكانه زويد وزواد اهلهم مكانه زويد وزواد لهم لهم زويد وزواد لهم مكانه ما هو بعادي انا كم مقدار اها مكانه ومقدار ما هو بعادي زويد وزواده لهم مكانه لهم مكانه ومقدار ما هو بعادي ومقدار ما هو بعادي زويد وزواد لهم مكانه ومقدار ايه صح ما هو بعادي وما هو بعادي زويد وزود لهم مكانه ومقدر ما هو بعادي يا سلام اللي بعدها ليا شفتهم طاح همي وغمي وغنت بتنا والرزق الله طويل ليا شفتهم طاح همي وغمي وغنيت بيتين ورزق اللي شفتهم طاح همي وغمي وغنيت بيتين ورزق الله وغنيت بيتين ورزق لا 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 لازم اكتبها لازم اكتبها ابي اوريك المزرعه هذه انت اي هذه صدق والله العظيم ما شاء الله تبارك الرحمن اهنيك الله يجزاك بالخير بالله تدري ان فيها الحين ثمر ليمون فلفل رومي ريحان نعناع أشياء كثيرة أنتجت المزرعة هذه شوف بالله ريحان هذا وش هو هذا شو سماه ذا هذه والله ما أدري وش شجرة بس إن هذه إذا طلعت فوق تتفرع تصير كبيرة حلوة سبحان الله وهذه جهنمية الظاهر اسمها أنا اسمها هنا هذه اسمها هذه اسمها الأروكا ما أدري شو اسمه كذا هذا وش هذا شو اسمه هذه الشركة مشتن سيموس شوف بالله شوف ما جبت نعناع هلا شوف النعناع هناك وين هو أنا الأربعة ذا اللي إيش اسمه ذا هذا نعناع وهذا ريحان لا إحنا عندنا في المدينة شو يسموه تدري في المدينة إحنا نسمي هذا نعناع مغرب هذا ريحان عند هذا ترى يعني أنا جايبة على إنه ريحان شوف الطماط نبت هذا أنت تسمونه نعناع والورق طويل تسمونه حبك إيه إحنا لا إحنا نسمي ذا اللي ورقه صغير وكبير شوي هذا نسميه نعناع مغربي تدري إن المزرعة ذي لها معروف علي اللي هو يعني كل ما هوجست جيت بين الرائحة دي الفواحة اي والله سويت لي قهوة وقمت اقول قصيد وسوي رتبت قصيدة الوطن تخيل هنا الله قصيدة الوطنية اللي قلتها رتبتها هنا بين الخيمة وبين المزرعة يعني صحيح بعض الاماكن تهيئ انك تكتب شيء اكيد ما تقدر انت راك تخيل يقول الشاعر دول المكان هي ما شوف مستحيل تكتب قصيد في مكان ما أنت مرتاح فيه بس تتخيل أن تجي هنا وتجلس رايحة فايحة في مكان خضار وحط لك كرسي الكرسي ذاك شوف شاريه اللي هناك أحطه هنا وأجلس في الليل بالحالي يا سلام تخيل ظلام مطفي النور يوم
مستعد ان يقفل البث. هنا خلاص تدخل جو تكتب القصيدة ولا حد يدري عنك. الناس تراها تمر من هنا وانت جالس هنا ما يدرون ورا الاشجار دي ما يدرون عنك. يا سلام يا سلام. تغني وتكتب قصيدة والناس كلهم هناك وانت بحالك هنا بين الطبيعة. يشارك جبل وزواده هنا حنينها والزهر يذعذع والقهوة معك. سلام. ما أدري والله يا جو هنا ما ناقصني إلا أنت والله. يا حبيبي جعل عمرك طويل. اللي كتبته هنا 25 بيت. صلاة على النبي. في 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 القصيدة الوطنية. طبعا. اللي هو يوم العلم. طلعت إبراهيم بطريقة غريبة جدا. طلعت إبراهيم بطريقة غريبة. فاضطريت إني أجلس في ذا المكان. شوف أنا حاطه له ذكريات بتبقى للتاريخ لأن جابت قصيدة للأمانة بعد توفيق الله. وصلت مكانة جيدة القصيدة. يا سلام. ما أتكلم عن نفسي أتكلم عن القصيدة. وصلت جابت لي 4 أمسيات. ما شاء الله تبارك. أمسية في الجوف. الجوف على دربكم من مدينة قريب ولا بعيد؟ لا بعيد. تقريبا. وأنا رايح من الرياض. يمكن يا 900 أو 800 كيلو عن المدينة. أوه بعيد. يعني لازم أروح طيران. أي لا طيران. جابت لي أمسية في الجوف وأمسية في عرعر. ما شاء الله تبارك الله. وأمسية في الخبر. تستاهل والله. وأمسية في الرياض بس للأمانة ما بعد أتمم حقة الرياض. يعني العرض اللي فيها مو بكويس. تستاهل تستاهل. شوف شوف هذه زرعناها شوف شوف تحت وشلون صار انبتت من الله. شوف اللي تحت ذا. هذا 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 تعلمك إن الشتلة هذه رهيبة. نبت اللي فوق ونبت تحت شيء ثاني. شلون طيب نبت شيء ثاني؟ ذا اللي يمكن أشكنا من شو اسمه؟ قول معي. قل معي. يمكن السماد. لا أعلمك وش؟ الطيور تجي أحيانا وتبي توقع هنا تبي تاكل حاجة تجيب مع يدينها بذور. لا إله إلا الله. ثم سبحان الله تبقى البذور هنا تنبت نبتات أخرى. أيضا إذا مو بذا الهواء أحيانا يدف له حاجة منه وتجي هنا وتسقط وتثبت تنبت. فهمت؟ فهذه طريقة النبتات وتغير البذور من مكان إلى مكان آخر. نقد. هذا شو اسمه هذا؟ والله ما أعلم أنا شو الاسم بس إنها بس تشوف الشكل يعجبك تأخذه. أي والله 50 شتلة أخذت. هذه معقولة 50؟ أي والله. هذه هنا هنا أخذ. هذا الليمون. هذا الليموني هنا 6 شتلات. هنا 6 شتلات هنا يوم تقول 50 ترى هنا 1 2 3 4 5 6 شتلات. طبعا أنا والله أكون معك صريح هذا يعني الدعم الرسمي اللي سووا الأشياء ذي كلها. الله يبيض وجههم. أنا لن أنسى جميلة. الله يجزاه خير. الله يبيض وجهه. يعني شغل انت اللي تشوفه كل اللي صار بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ودعم من الداعم الرسمي والجمهور العزيز ومن شوف هذه بدت هذا الطماط بالله. ايه ما شاء الله تبارك بدت تثمر سبحان الله. تقريبا يمكن اسبوعين كذا. والله شوف انا بغيت اجي اسوي بوابه هنا. شوف جدار هنا وكذا بوابه. تاخذها معك والله؟ لا لا هسه بس ما حد يتجاهله ويتركها. بس ما بعطيهم هي هديه حتى يسكونها حتى اخوهم بعطيهم. لا انا الحين ما اسقوها لها 3 ايام.